اليوم فوق تصوير الحلقه ده انا خلصت 2019. واحد طبعا يسالني يقول لي ازاي خلصت 2019 واحنا في 2020؟ عادي يا سيدي، احنا بنحسب السنه بمزاجنا احنا مش بمزاجهم هم. انا كنت عايز اوصل لحاجه في 2019 حصلت دلوقتي في 2020، يبقى خلاص السنه بتاعتي 2019 ما خلصتش غير لما اخلص الحاجه اللي انا عايز اخلصها، ساعتها بقى ابدا 2020 براحتي. مش مستعجل على حاجه انا دلوقتي. طبعا نعمل صح على 30K، تمت الحمد لله. نمسح 19 ونعمل 2020. عايزين نوصل لكام بقى ان شاء الله من الحاجات اللي انا هنحطها؟ نشوف، ممكن نوصل مثلا نوصل، خليها هنا، زين نوصل ان شاء الله يعني 50K. ممكن كمان نضع شعار مهم جدا، الشعار ده في المرحلة الجاية اللي هو TOZ. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل الطلبه متابعين قناتي، بتمنى ان تكونوا بخير. لو انت بتتابع قناتي المره الاولى فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك كل التنبيهات الفتره الجايه. الحمد لله 2019 خلصت الحمد لله، وطبعا زي ما قلت لكم انا السنه عندي ما بتخلصش غير لما بخلص الهدف اللي انا عايز احققه فيها، والحمد لله وصلت لاخر هدف انا كنت عايزه في 2019، ان انا اوصل لل 30,000 متابع. اولا صراحه انا ما وصلتش بالرقم ده بسببي انا، لا صراحه وصلت بالرقم ده بسبب الناس اللي كانت بتوقف معايا، الناس اللي وقفت ياما ودعمتني وعملت لايك على الفيديوهات وحمستني ان انا اكمل، فانا وصلت للرقم ده بيكم انتوا مش بسبب انا. فعشان كده صراحه انا طالع اليوم عشان خاطر اشكر كل الناس اللي وقفت معايا وشجعتني ان انا اكمل في اللي انا عايزه، وان شاء الله بيكم هكمل الرقم اللي جاي ان شاء الله بسببكم انتوا بسبب دعمكم انتوا. ونبدا على بركه الله نعمل اهداف السنه الجديده. وقبل ما نبدا في الاهداف بتاعت السنه الجديده، حابب ان انا انصحك نصيحه او اقول لك حاجه انا بمشي عليها. طبعا كل الناس ملاحظه الدخله العنيفه اللي دخلت بيها 2020 علينا. خد يا ولد، خد يا ابن السافل. عشان خاطر الصدمات اللي هتحصل لك في 2020 تكون خفيفه عليك، فانا حابب انصحك بشويه نصائح تاخد بالك منها انت وبتعمل اهدافك في 2020. اول حاجه لازم يكون في اعتبارك ان في ناس هتطلع من حياتك وفي ناس هتدخل لحياتك، في حاجات طبعا هتكسبها وفي حاجات طبعا هتخسرها، طبعا هتشوف حاجات حلوه في حياتك وهتشوف حاجات وحشه، طبعا كمان هتشوف ناس بتبيع، هتشوف ناس بتشتري، هتشوف ناس طبعا بتتمنى فشلك وفي ناس طبعا بتسندك وبتتمنى نجاحك. فخلي بالك، خلي شعارك للمرحله الجايه دي شعار مهم جدا جدا، فخلي بالك بالله في الشعار ده، كن كأوتوبيس نقل عام. افهم الجملة دي كويس عشان خاطر هتساعدك ياما في حياتك. أوتوبيس النقل العام طبعا أي حد بيشاور له عايز يركب عادي، وده أنت يعني أي حد عايز يدخل حياتك قول له اتفضل ادخل حياتي. أوتوبيس النقل العام طبعا أي حد عايز ينزل بينزله عادي جدا، مفيش أي مشاكل، وده برضه خلي بالك أنت في حياتك. أي حد عايز يطلع من حياتك ماشي اتفضل، مفيش أي مشاكل. أوتوبيس النقل العام طبعا ولا عارف مين نزل ولا عارف مين طلع أصلا، لكن هو مكمل طريقه مكمل الوجهه بتاعته. اللي عايز يركب يتفضل، واللي عايز ينزل اكيد ميعاد نزوله جه ووصل للوجهه اللي هو عايز يوصل ليها. مش معنى الكلام اللي انا بقوله لك ده ان انا بقول لك خليك كده ما يفرقش معاك اي حد وخليك عادي بايع الدنيا كلها، لا انا عايزك تفهم الكلام اللي انا بقول لك عليه ده. في سر طبعا في كلامي لو فهمته هتعرف بالظبط انا قصدي ايه. المشترك ما بين اللي ركب واللي نزل او اللي عمل اي حاجة مع اوتوبيس النقل العام ان هو اختار كده. خلي بالك هو اختار كده، ما تلومش حد على اختياره. اللي عايز يركب اهلا وسهلا، واللي عايز ينزل يتفضل. عموما بس انا حابب اقولك عشان خاطر الصدمة تكون خفيفة عليك، انت وبتعمل اهدافك اتوقع كل اللي انا ذكرته لك من الناس،
عشان خاطر زي ما قلت لك الصدمه تكون خفيفه عليك. وانت بتعمل اهدافك برضو اعمل اهداف واقعيه، يعني اهداف قابله اللي انت تحققها. انا ممكن اكون كتبت ان انا عايز اوصل لمليون مثلا، بس الصراحه انا كده بتخيل، هو مفيش حاجه بعيده، بس انا بعمل هدف عشان خاطر لما اوصل لي اتشجع للي بعده، مش هدف ان انا ما وصلتش ليه اتحطم ما وصلش حتى النصه. في النهايه طبعا انا حابب اختم بوجهه نظر وبجمله جميله كده، يا رب ان انت تفهمها وتخلي بالك منها، ويا ريت لو تكتبها. استعدادك للمحنه مش بيخليك قوي في وقت المحنه، مش شرط ان هو يخليك قوي في وقت المحنه، لكن استعدادك للمحنه بيحميك من سلبيات ممكن تضيعك. يعني انا ممكن ايد وجهه النظر دي بحاجه انا اخدت بالي منها، ان سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى اهل الامه الاسلاميه انها تكون قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون في دماغ كل واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيموت، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال في القران: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. طيب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بالنسبه للامه الاسلاميه كانت مصيبه عظيمه، لما النبي صلى الله عليه وسلم مات يعني قسمت الناس، يعني في بعض من الناس ارتد عن الاسلام وكان الاسلام عنده النبي صلى الله عليه وسلم بس، ولما مات النبي ارتد عن الاسلام. حتى سبحان الله سيدنا عمر رغم القوه اللي هو كان فيها ما شفعتلوش القوه دي ان هو يعني العاطفه تتحكم فيه، فكان بالنسبه له حاجه صعبه جدا ان هو يتقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يعني والله اعلم كان بيقول: من قال ان محمدا قد مات يعني ان انا ممكن اقتله. لكن سبحان الله يعني يجي سيدنا ابو بكر يدينا مثال عظيم جدا في التفكير اللي هو عدم تغليب العاطفه عليك، ان سيدنا ابو بكر طبعا ما فيش حد بيحب النبي زي سيدنا ابو بكر، قال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ارجو بس ان انت تكون فهمت وجهه النظر اللي عايز اتكلم عليها في الحته الاخيره دي، ان انت دايما ما تخليش العاطفه تتحكم فيك، وان انت خلي بالك ان انا مش مؤهلك ان انت تقبل حاجه، او ان انا اقول لك خلي بالك هيحصل معاك كذا، معناها ان انت هتكون مستعد تم الاستعداد للحاجه دي، لا انت في البدايه هتتحكم او هتتعامل كانك بشري طبيعي بالعاطفه، بعدين بقى ما تخليش الحاجه دي تاثر عليك وتعمل سلبيات انت في غنى عنها. في النهايه طبعا حابب اشكر كل الناس اللي وقفت معايا ان انا اوصل للرقم اللي انا عايز اقول لكم اللي انا قلت لكم عليه ده، وحابب اقول يا شباب ان انا بدعمكم برضه هوصل للحاجه اللي انا عايزها ان شاء الله، فما تبخلش برايك او تعليقك او اللايك اللي انت بتعمله، لان صراحه بيفيد جدا في انتشار المحتوى. وان شاء الله اشوفكم في وقت قريب، ودايما ان شاء الله اكون معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخيرا خلصنا ام الحلقه دي، خلينا ناكل.